جولة ميدانية لقائد عمليات ديالى، يرافقه الناطق باسم القائد العام للاطلاع على الخطة الأمنية في محافظة ديالى. قيادة عمليات ديالى نفذت توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته إلى مقر قيادة العمليات بتاريخ 9 آذار 2023، وهذه التوجيهات أصبحت الآن نافذة على أرض الواقع في محافظة ديالى. هناك قطعات كبيرة وصلت إضافية إلى قيادة ديالى، وكان هنالك نصب أكثر من 30 سيطرة، وهنالك أكثر من منطقة تم تفتيشها، وحاليا هنالك العديد من المتهمين تحت القانون ووفق مواد قانونية كبيرة وكثيرة جدا، منهم ما يتعلق بالإرهاب، منهم ما يتعلق بقضايا جنائية خطيرة ومخدرات، إضافة إلى هنالك عدد كبير جدا من العجلات اللي تم مصادرتها اللي لا ما تحمل لوحات ولا أوراق ثبوتية، وقسم من عندها مضلل، وكذلك هنالك العديد من الأسلحة تم مصادرتها، أكثر من 150 قطعة سلاح لحد هذه اللحظة وصلت بمجمل الحسابات في قيادة العمليات، وأسلحة كثيرة متوسطة أخرى، إضافة إلى العبوات الناسفة وكثير من المضافات الإرهابية تم تدميرها لبعض العصابات الإجرامية. مستمرين بهذا العمل إن شاء الله خلال هذه الفترة اللي أعطاها السيد رئيس الوزراء لإنهاء الملف الأمني بالكامل بديالة وعودة الحياة الطبيعية والاستقرار في داخل المحافظة. هنالك تعاون كبير من مجلس المحافظة المتمثل بالمحافظ ديالة وقيادة عمليات ديالة وإخوانكم في القطعات الأمنية كافة، وكذلك في الحشد الشعبي اللي موجودين في محور قاطع ديالى الحشد الشعبي. هذه القطعات الكبيره والموجوده في محافظه ديالى واجبه تحويل مدينه ديالى الى منطقه امنه وفضل الامن والاستقرار بالقوه. يعني بصراحة يعني واحد مني يشوف الجيش أو يشوف يعني خلنا نقول العناصر الأمنية يرتاح للأمانة، يعني واحد يحكيها زين، يعني تقول يعني هذا الحمد لله أكو أمان زين، بدليل العالم هسه إذا تجي بالليل مثلا تبقى 11 بالليل تشوف الحركة كلش طبيعية، كنا احنا حتى موجودين كمحلات يعني احنا زين موجودين والعالم تفتار وتسوق، يا ريت لو يشوف حقيقة يعني داعش لك كبعقوبة بعقوبة كل الزينة. الحمد لله والشكر يعني بعد الأمن اللي صار وبعد انتشار القوات رجعت الحركة طبيعية والحمد لله، يعني الوضعية هسه تمام والله. نحب نشكرهم وبارك الله بجهودهم ورب يحفظهم، ونريد بعد من عندهم إن شاء الله يقدمون الأكثر، يعني عطاء أكثر من اللي دي بذلوا إن شاء الله. مشكورة جهودكم، بارك الله بكم. جانب مشرق تشهده محافظة ديالى بعد العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمنية، الهدف منها ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطن. من مركز محافظة ديالى الملازم أول مصطفى علي، أعلم وزارة الدفاع.